أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. صدق الله العظيم.